السلام عليكم متابعينا الكرام. قلنا في فيديو سابق أن منظمة غلوري لم تفصح بعد عن الأبطال المشاركون في النسخة 80، لكن اليوم توصلنا بخبر شبه رسمي مفاده هو مشاركة كل من ريكو فيرهوفن وكذلك بادر هاري. البطل الهولندي ريكو فيرهوفن سيواجه مواطنه العائد من الاعتزال أليستر أوفريم، أما البطل المغربي بادر هاري لم يقبل أي خصم غير جوسيك أركاديوس، والذي يحاول أن يتفادى مواجهة بادر هاري المصر على إعادة نزال ثاني لكي ينظف الساحة حسب ما جاء في تعبيره سابقا. بادر وضع منظمة غلوري بين مطرقة إعادة نزال ثاني وسندان تهرب أركاديوس إلى الأمام. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ستعلن المنظمة بشكل رسمي عن الأبطال المشاركون في هذه النسخة، نسخة فبراير 2022. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب تقديرا لمجهودنا.